بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله جميعا مع دبلومة المعايير الدولية من الـ ACCA. بلا شك إن موضوع المعايير موضوع يعني مهم يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم وليس على مستوى قطر معين، نتيجة عدد كبير جدا من الدول بدأت تستخدم المعايير الدولية استخدام إلزامي. أكثر من 100 دولة بيشتغلوا على المعايير الدولية الآن وملزمين بأنهم يتعاملوا مع المعايير، وأنت كمحاسب تحتاج إنك ترفع كفاءتك ومعرفتك بالمعايير فتقدر تاخد الدبلومة، لأن الدبلومة شوية أكثر في مسألة التفاصيل، بتاخد تفاصيل أكثر عن الشهادة الخاصة بالمعايير، ولكن الدبلوم أكثر عمقا وأكثر تفاصيل في هذا الموضوع. عشان كده بنقول يا جماعة الموضوع محتاج عشان تاخد الدبلومة لازم تكون يعني عندك القدرة والكفاءة في إنك أنت تدرس بشكل أكثر عمقا وتهتم بالدراسة، لأنه الدبلومة غير خالص، يعني الأسئلة بتاعتها مختلفة تماما في هذا المجال. لما نيجي نتكلم عن الدبلومة لازم نتكلم عن الدبلومة على أنها يعني الناس المحترفين في الجانب المحاسبي بيحتاجوا أنهم يكتسبوا تفاصيل، فهم تفصيلي عن المعايير، ياخد فهم تفصيلي عن المعايير أكثر، بياخد ديتيلد هنا التفاصيل الخاصة بال understanding of IFI. أنت هنا تحتاج أنك need to acquire more detail، عايزين تفاصيل أكثر. ايضا انه الدبلومه بتبقى اسرع، fast and efficient، حل كفء وسريع، that will develop your current knowledge in this field، بينمي معلوماتك الحاليه عن المجال في هذا المجال. السلام دبلومه عليكم. fast and efficient solution. عليكم السلام. محتاجين ان احنا نتعامل مع الدبلومه تعامل احترافي وليس تعامل يعني سريع كده وبسيط في التعامل معه، لكن دي أكثر تفاصيلك. As well as how to apply the standard، إزاي تطبق المعايير، ده اللي هتتعامل فيه من خلال الدراسة. You will learn the concepts and principles، هتتعلم على المفاهيم والمبادئ which standard بيلزم، واللي هي المفاهيم في ظل هذه الدبلومة. فالموضوع ليس مستحيلا ولكنه أكثر عمقا واهتمام مختلف تماما عن شهادة المعايير. أنت محتاج تركز، محتاج تعمل مع الموضوع وتهتم بيه من البداية، لأنه عشان بعد كده ما نجيش إيه في وسط الطريق كده تقول لا الموضوع شكله صعب. طيب ما زلنا بنتكلم على الانترودكشن بتاعتنا في إنه الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد IFRS-R mandated in more than 100 countries in the world أو world around world wide. أكثر من 100 دولة ملزمين دلوقتي بالمعايير في العالم، نتكلم على عدد ضخم. وشركات المسجلة في الاتحاد الأوروبي غالبا all listed companies in the European Union have to be aware of consolidated company accounts that comply with IFRS. حتى أوروبا دول المسجله في سوق الأوراق الماليه والاتحاد الاوروبي بتعد حسابات الشركات الموحده طبقا للمعايير الدوليه يعني. فده بيدي لك باور ويدي لك نوع من الاهتمام الانترستنج للموضوع. It also affects associates and subsidiaries of EU. طبعا كلمه European listed companies، شركات مسجله في الاتحاد الاوروبي طبعا بتؤثر على الشركات الشقيقه والشركات التابعه الاسوشيتد والسبسيديرز وهكذا. Other countries such as Australia مثلا، دول زي استراليا، هونج كونج، ساوث افريكا have already adopted ICANN. يعني ده وده الجزء اللي انا في الحقيقه يعني يهمني جدا، لان انا واخد المعايير او دارس الماده بتاعت المعايير في السي بي ال بتاعت استراليا بشكل يعني اكثر عمقا من حتى الدبلومه بتاعت الاي اف ار اس الخاصه بالاس اس اي، فبالتالي كانت ماده ضخمه جدا كلها قائمه على المعايير الدوليه. طبعا كان في المرحله الاولى في اللي هي المرحله ما قبل دخول البرنامج بتاع السي بي اي، والمرحله اللي قبله اللي بيسموها الفاونديشن ليفل
اللي هو بيسموه المستوى التأسيسي للسي بي اي بعد كده. فمرتين درست المعايير الدولية مع السي بي اي الأسترالي، سواء كان في البيزك ماتيريال أو سواء كان في الفاونديشن ليفل كلاهما. فأستراليا معايا كل الشغل بتاعها وكل الماتيريال اللي موجودة. وكان فيها برضه أسئلة في النظام ونفس القصة، هونج كونج وساوث أفريقيا أمريكا الجنوبية، وعندنا اتفقنا على إنه 100 دولة في العالم بيشتغلوا حوالين المعايير، فبالتالي الموضوع عندك جدا كلير وواضح جدا في هذا. لوكال جنرالي اكسبت، طبعا في بعضهم شغال على المعايير، طبعا الجاب المحلي معروف خلاص. Many other countries around the world, زي مثلا including India, are moving towards online. فحتى الهند بدأت تتحرك انها تتجه في اتجاه المعايير الدولية, which is having significant impact on financial reporting, لها تأثير مهم على التقارير, إعداد التقارير المالية أيضا. كل ده بيوضح لك يعني clear picture بالنسبة لموضوع المعايير. بس في الصوت عشان تسمعني وبعدين لما افتح الاسئله الان. طيب ده باختصار احنا الانترودكشن كان بس تبقى الرؤيه الفيجن يعني كلير فور يو, تفاهم ايه اللي حاصل في الموضوع. الدبلومه محتاجه جهد, يعني محتاجه منك بيست افورت يعني and time, محتاجة وقت ومحتاجة جهد أيضا عشان تقدر تحصل عليه. الهدف من الكورس بتاعنا الكورس اوبجيكتيف الكلام ده موجود يعني في الويب سايت بتاع الـ ACCA course designed to develop your knowledge. نحن عشان ننمي لك معارفك و understanding فهمك عن الـ International Financial Working Standard, وأيضا you will also learn how to apply them. ده تطبق المعنى as well as بالإضافة للconcept and principles اللي احنا قلناها من شوية وما تحت هذه المفاهيم والمبادئ. ده مهم بالنسبة ليك أيضا عشان تبقى فاهم. All completion diploma candidate should be able to, ده دايما نقول احنا بنسميها learning objective, الأهداف التعليمية من دراستك للكورس مهمة جدا في هذا الموضوع. هي إنه عشان بعد الكورس ده تبقى انت اندرستاند فاهم, تبقى اكسبلين ذا ابلاي ايز طبعا انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد اللي هي بنسميها. معلش اقفل الصوت الاكل يعني زميلنا العزيز لو سمحت اقفل الصوت لغايه ما اخلص عشان الصوت لا الصوت عندك بيسمع. ازاي يعني ده هدف مهم تبقى انت فاهم انك بتطبق اطار المفاهيم الكونسبشن فريم ورك فور فاينانشال ريبورتنج. يبقى بنشرح ونطبق المعايير مفاهيم الاطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبه الدوليه لاجل اعداد تقارير المعايير. ده مهم ايضا بالنسبه لي. Apply relevant financial reporting standards to key elements of financial reporting. تطبيق معايير إعداد التقارير المالية الملائمة للعناصر الأساسية للتقارير المالية. هتعرف الكلام ده. Identify and apply disclosure requirements. هتطبق بتحدد وتطبق متطلبات الإفصاح for companies in financial reports and notes للشركات في تقاريرها وإيضاحات أو الملاحظات أو الموافقة مع التقارير المالية. Prepare group financial statements, تعمل قوائم مالية للمجموعات including group statements, واتكلم على السبسيديال الشركات التابعة. ودي الجزئية الحقيقة اللي بيركزوا عليها جدا في الإجزام اللي هي شركة القوائم المالية الموحدة, سواء كان البالانس شيت أو سواء كان الإنكم أو الكومبريهنسيف إنكم داخل شامل and other comprehensive income, income statement and other comprehensive income, أو بيسموها profit or loss statement of profit or loss and other comprehensive income. دي بتبقى القصه بتاعتنا والترتيبات الجوين ارانجمنت والسبسيديريز والاسوشيتد الشركات التابعه وشركات الشقيقه او الشركات الزميله. كل دي بيبقى هي الفوكسنج في الكلام بشكل كبير جدا. كل دي الاهداف او ده اللي انت عايز تطلع بيه من دراستك للدبلومه. تقدر بقى انت
مدى يعني الخطوات دي بالنسبه لي. طبعا كان انت عندك وقت وراجل يعني عايز تبقى ان ديبس كده وعندك تبقى معلومات باور وكده يعني. يبقى انت محتاج الدبلومه تتكلم فيها، انما لو انت الدنيا لا والله انا يكفيني ان انا بس عندي يعني مين ايديا كده او يعني مين بوينتس عن المعايير وابقى اندرستاندنج ان جنرال كده، يبقى نتكلم في السيرتيفيكيت اتس انف انك تعرف المعايير. لكن الموضوع بالنسبه للدبلومه محتاج شغل، ومحتاج شغل يعني جاد، شغل جاد ما فيش فيها الكلام اللي احنا بنقوله او بنقوله في الشارع. طيب ازاي القصه بتمشي بقى معانا وبنشتغل ازاي؟ فالدبلومه از اسيت باي 3 اورز ريتن اكزام. انت عندك الامتحان ثلاث ساعات، ثلاث ساعات وربع طبعا برضه يا جماعه. طيب يبقى الدبلومه عشان تبقى عارف القصه كلها انك عندك امتحان مدته ثلاث ساعات ريتن يعني كتابه، هوش يعني ام سي كيو هو او مالتيبل تشويز انسر، الموضوع مش كده، ده اسئله ريتن هتكتب خلاص. بيتعمل الامتحان مرتين في السنه كويس سيئ، والباسنج سكور بتاعك 50% تنجح ب 50% تجيب 50% تنجح خلاص. دي القصه. يعني you can apply online at any time to start studying ممكن تسجل في وقت، لكن مساله الاكزامينيشن لها ديتس معينه يعني لها تواريخ معينه عشان تسجل في الاكزام وتبدا تدرس. انت عندك مرتين يعني كل ست شهور بنعمل اكزام، شهر 12 شهر 6، ومواعيد التسجيل لها اوبننج ديت اند كلوزنج ديت عشان تسجل، وتختار اليوم لانها بتعمل يومين في المره الواحده، حتى تختار يوم تسجل فيه مع السنتر اللي انت في الدوله اللي انت موجود فيها، في وكلاء للاس اس اي بتاعك بتعقد فيها الامتحانات عشان تروح تعمل الامتحان. شوف فاين طبعا هي ليست عندنا، في ليست موجوده ممكن تختار منها القصه دي، والليست موجوده في الموقع ممكن نبقى يعني نقول لحضرتك الدوله ازاي تقدر تشوف الدوله بتاعتك موجود في الامتحان. لكن دي خطوه لاحقه في مساله طبعا نتكلم عن الناس اللي بتوفر اللي انك هتزور. شوف الماركت فيزيت اي سي سي ايز كونتنت بروفايدر دايركتلي by using the related links section of this page. هنشوف القصه لما نيجي نشتغل عليها مع بعض في هذه المرحله. طيب ما زلنا بنتكلم على الانترودكشن او البرزنتيشن الخاصه بالمعايير. مين يا جماعه يسجل المعايير؟ يعني مين ياخد الدبلومه معانا في المعايير؟ حاطط لك ان طبعا عايزين محاسب محترف، يعني لو انت حضرتك محاسب محترف بكل ما تعنيه الكلمه من معنى بروفيشنال اكاونتنت، يعني عايزين محاسب او اوديت ومراجع مثلا who wants to practice، الراجل ده عايز يمارس or business or member of IFIC. طبعا مجلس اللي هو بنسميه اتحاد المحاسبين الدولي، اتحاد الدولي المحاسبين ممبر شيب انت عضو فيها، يعني انت عضو في اعضاء الايفك. الاعضاء بتوعه اللي هو الاتحاد الدولي المحاسبين كل اعضاء فيه كلها اورجنايزيشن مش افراد. Then you are eligible to take diploma qualification اللي احنا قلنا على هذا. يبقى احنا عايزين البروفيشنال المحاسب المحترف عشان تبقى موجود، عشان عايز تمارس. If you don't meet the condition above you may still be eligible. حتى لو انت مش عضو في منظمه زي عضو مثلا في نتكلم على مثلا زي جمعيه المحاسبين او كذا، فانت وهي مسجله مع مجلس مع الاتحاد المحاسبين نقدر نسجل ايضا، نسجل من خلال ان انت محتاج تبارها او محتاج تثبت الحاجات دي. 2 years relevant accounting experience، عندك سنتين خبره خلاص ومعاك درجه علميه مقبوله في الاي سي سي اي بلها طبعا درجه جامعيه، او 2 years relevant accounting experience and اي سي سي certification، او معاك سنتين ومعاك خبره ومعاك شهاده المعايير، شهاده المعايير اللي هي السيرتيفيكيت اللي احنا بنتكلم عليه، او انك عندك ثلاث سنوات خبره في الممارسه المحاسبيه اس ان اف، او انك تعتبر تابع من في حاله متابعه مع الاس اس اي، انت مسجل معاهم وهذا ممبر في القصه دي.
كل دي اللي هي الشروط اللي هم حاطينها عشان تقدروا، كلها مقدور عليها سهله مش قضيه، يعني مساله 3 سنوات خبره او 2 سنين مع الشهاده او 2 سنين مع درجه يعني مناسبه نوتيفيكيشن الخامسه، ونقدر نجيب الكلام ده سهل في التسجيل ونقدم. دي ايضا برضه معلومات مهمه جدا، انفورميشن تعرف تدخلها عشان تعرف تشتغل عليها. اوكي. الاكزام اتفقنا ان النومه بتتكلم على اكزام عباره عن 3 اور 3 اور اند 15 مينتس كمبيوتر بيز اكزام، ده كان النومه از بيز اون يو ويل نيد تو اشيف 50% مارك او اباف تو باس اكزام. النومه ان انترناشونال فاينانشال ريبورتنج بتبقى طبعا هم بتكتب يعني بتشتغل على امتحان على اساس الكمبيوتر فريتن تابع على اكزام. طيب the exam is held twice a year مرتين في السنه جون اند ديسمبر زي ما انا قلت لك من شويه at SEC exam center مع المراكز الخاصه بالانجليزي. الديس والفيز زي ما قلنا ليها لما هنتكلم في exam requires max of calculation and written answer زي ما احنا قلنا. شوف هنا الامتحان عباره عن حسابات واجابات مكتوبه written answer. اللي عباره عن امتحان عباره عن 4 اسئله كل سؤال ب 25 درجه يعني ال 100%، يبقى 4 اسئله في 25 مارك كويشن يبقى عندك، يبقى الامتحان عباره عن 4 اسئله في 25 درجه لكل سؤال، يعني الاسئله متساويه، لو حليت سؤالا صح من الموضوع تقدر تنجح وتخلص الدبلومه ما عندكش فيه اشكاليه زي ما دي معلومات عامه. انا بتكلم بدي لك الفريم الخاص بالدبلومه تبقى فاهم يعني. طبعا الديس احنا قلنا مثلا انا بتكلم على 2022 يبقى انا بتكلم على الاكزام جاي في 8 و9 ديسمبر والكلوزنج بتاعنا 31 او اخرك مع اكتوبر وهكذا تختار الموضوع تبدا تسجل في الامتحان وتكمل باقي الوقت. برضه مش هطول فيها كتير، لو انت جديد هنسجل لك طبعا مكالمات التسجيل في الامتحان، تقدر تسجل تقدر تتكلم عن الموضوع وتاخد التايم بتاعك من الان تقدر تسجل في الكورس. دي كانت الانفورميشن اللازمه اللي انت عايز تعرفها عن الموضوع بشكل سريع، حبيت ان انا يعني اعرفكم عنها في هذا. طيب الاسئله في طبعا اسئله كتير، في تدريب على الكويشن طبعا، احنا الماتيريال عندنا في ماتيريال خاصه بالاس اس اي طبعا، الماده بتاعتك بتدرسها من الكتاب بتاعهم اس اس اي ليد ماتيريال دبلومه يعني مثلا ريبورتنج، بندرس من الاس اس اي بوك بتاعنا او ماتيريالز الهاند بوك اللي هناخدها مع بعض ونبدا ناخدها بوينت باي بوينت زي ما هو شغال في هذا ده هيبقى في يعني بس دكتور ممكن سؤال بس دي كانت البوك اللي موجود ممكن نجيب احسن الحق يعني تحديث لكن هو ده الكتاب اللي موجود في هذه الجزئيه دكتور بس في استفسار بس بسيط اتفضل احنا بس لسه ما فتحناش الاسئله عشان لا لا بس طيب اوكي لا انا بس كنت بدي اسال انا كنت بس اسال انه احنا حاليا بنحكي بس بالدبلومه صح؟ هل موضوع السيرتيفيكيت نفس الدراسه نفس الماده؟ لا الدبلومه السيرتيفيكيت بتاخد دبلومه دراسه شويه سامري مختصره ما هياش ان ديبس يعني ما بناخدش فيها القصه بشكل عميق فبتبقى دراسه اقل شويه خلاص والاسئله كلها اونلاين ما فيش حاجه اسمها مركز تروح انت بتاخد اونلاين اكزام والاونلاين مطلوب انك برضه تنجح فيه 50% والاسئله كلها اختياري 25% كلها ام سي كيو خلاص والاسئله بتبقى عباره عن مقاطع من المعايير بتشتغل عليها هذا السؤال فبتبقى اسهل شويه في الدراسه واسهل شويه في يعني لو درست لو درست على الدبلومه مثلا بقدر الدبلومه اكثر ممكن هتلاقي الدبلومه هتلاقي الشهاده يعني السيرتيفيكيت بتاعتك هتبقى اسهل بكتير جدا عندك. بس ده يرجع ليك انت بقى يعني هتتحمل معانا الدبلومه في الدراسه ولا هتعمل ايه؟ هي المشكله هنا انه طب انا هقعد بقى مع الناس بتاع الدبلومه دول هيشتغلوا شغل شويه اكثر يعني لا لا انا دخلت انا دخلت في انا دخلت في موضوع الكورس الاي فرص اني بدي افهم المعايير بس انا بدي اجيب السيرتيفيكت بس يعني ما بدي الدبلومه طيب خلاص ما فيش مشكله الاثنين مع بعض الدبلومه اكثر فبالتالي هتقدر تاخد الشهاده معاك انت ماشي بشكل سالم تمام يبقى النجاح فيها اسهل بكثير من انك تاخد الشهاده انك تدرس بس الماتيريال يعني احنا كنا بندرس الشهاده واحده الشهاده دراستها زي ما قلنا تبقى ايه يعني جايبين لها مختصر البوك حتى بتاعها بتاع دراسه مختلف عن الكتاب خالص
عباره عن كده مختصر للمعايير. المعيار معمول في وان بيج، صفحه واحده بس، بندرس النقاط الاساسيه في المعيار ونعمل تمرين ونخش على الاكزام. لكن في المعايير الموضوع هيبقى اكثر عمقا شويه بكده. تمام. طيب تمام، احنا ما دلنا مع الموضوع بشكل او اخر. احنا قلنا يعني انه يعني عندك نماذج للاكزام، طبعا لو انت دخلت هتلاقي يعني عندنا نماذج كثيره موجوده. طبعا في كيزز الناس هتشوف الحالات معانا وهنشتغل عليها مع بعض. يعني انا في الان يعني في انتظار، لو عايز حد يتفضل يحب يسال اي سؤال فانت تحت امركم. اي اسئله يا شباب؟ معايير دبلومه المعايير الدوليه، دبلومه ان انترناشونال فاينانشال ريبورت. لو حد عايز يسال خلاف المعلومات اللي احنا قلناها، لو في اي حاجه مش واضحه يقول لي وانا اقدر اجاوب عليها او يسالني اي حاجه انا تحت امركم. هل الدنيا واضحه معانا؟ فاهمين احنا داخلين على الدبلومه وفاهمين ان احنا رايحين فين؟ محتاجين ندرس، محتاجين نهتم بالدراسه والموضوع واضح عندنا. وقلنا ان الاكزام واضح جدا معانا، بندرس الامتحان ريتن وكمبيوتر بيزد اكزام، والقصه كلها تحتاج منك الى جهد فور ريتن اند كالكوليشن انسر، اجابات وحسابات. انا في انتظار حضراتكم تقولوا لنا لو في اي اسئله يا جماعه لو سمحتوا. ده نموذج من الامتحان اللي هو موجود برضه، هندرسه في حين برضه، في نماذج من الامتحان موجوده. تمام، دي نوع من ال ده الاولد، كان اولد سيستم. الاسئله بتاعتنا كانت زي ما حضرتك شايفين كده، ده نموذج من الاسئله اللي كان في العوامل او في الفترات اللي فاتت موجوده على المواقع برضه ايضا. دبلومه بتاعتنا اهو، دبلومه كان الكلام ده في جون 018، وده الامتحان والانسر بتاعته موجوده ايضا. فده يعمل لك تدريب عليه بشكل كبير برضه، تتدرب على الاسئله وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. ده الداتا، وبعدين الريكوايرد بتاعتك او الحاجات المطلوب منك في الاخر، يقول لك اعمل لي قوائم ماليه موحده في هذا الامر زي ما هو كده. اعداد وسط ذاتي بشكل خاص بالنص عن هذا كومبريتنج انكم فور الفا فور ذا يير اند كذا. ولاحظ كده انك لا تحتاج انك تعتبر في اثار الضرائب المؤجله على التعديلات اللي انت هتعمل. الاسئله الان بقت متساويه الدرجه، في الاولد كانت مختلفه، دلوقتي بقت كلها كل سؤال 25. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أفسر عن عدد المعايير في الأياس الانترناشنال كوانتنج ستاندر، وبالنسبة للآي اف ار اس هي 17 أو أكثر بالنسبة للآي اف ار اس؟ المعايير الدولية دلوقتي احنا بنتكلم في حاجة 40 42 معيار. نعم 17 دي بتاعت ايه؟ انت بتتكلم على ايه اللي هي معلش انت انا النموذج الكبير ولا النموذج الخاص بالسمول؟ لا حاليا عدد المعايير حاليا انا المفروض امتحن هي ميكس ما بين الاي اف ار اس والانترناشونال كوانتنج ستاندر، اللي هي عدد المعايير اللي بمتحنها في الاياس وعدد المعايير اللي بمتحنها في الاي اف ار اس. المعايير في الاي اف ار اس معايير دوليه معروفه، احنا بنتكلم في 42 معيار. انا مش يعني نقدر نقول كده 1 2 7 8 10 12 16 19 20 21 23 24 كده، يعني هم حوالي 42 معيار دي معايير دوليه. 42 معيار. نعم طبعا في مجموعه تبدا بالاي ومجموعه تبدا بالاي اف اي. المجموعه اللي تبدا بالاي اف اس وحدها بس 17 معيار.
وضيف عليهم بقى المجموعة بتاعت الايس هتعمل حاجة وردية. هل الدورة هي بتشمل حل الريفيجن كيت ولا بس الاستادي تكست فقط؟ استادي ايه؟ الاستادي تكست المنهج بالاضافة للكيت ريفيجن. لا استاذ، احنا بندرس ماتيريال بتاعتنا كلها بالكامل من البوك بتاع الاي سي سي اي، بنتكلم على الكيزز والحالات وبنحل اسئله مع بعض. انما وبتدرس معيار في التطبيق، انت عندك هنا في الدبلومه اكثر حاجه بتركز فيها التطبيق، الابلاينج للمعايير، تطبيق المعايير، تبقى اندرستاندنج في البراكتس بتاعك، مش بس تبقى عارف جنرال انفورميشن. شكرا شكرا لك، الله يجزاك خير يا تمام. لا في سؤال يعني، هل يعني احنا لسه اول مره بنتكلم في المعايير ولا انتوا عندكم فكره عن الموضوع يا شباب؟ يعني لا بنطبق معايير مثلا في المملكه من 2017، يعني خدنا وقتنا، احنا بنتكلم دلوقتي في 22 وبعدين داخلين 23، المفروض انت يعني تأخرنا في مسألة التعامل مع المعايير بشكل احترافي. ندرس سواء كانت السيرتيفيكيت أو الدبلومة فأصبحت لازمة الآن، فأنت متأخر، إحنا يعني عندنا تأخر في الموضوع، فإحنا محتاجين ناخد خطوات سريعة لأن الموضوع يعني ما يتحملش إن إحنا نقعد الوقت ده كله وإحنا لسه ما خدناش خطوة إيجابية في اتجاه المعايير إن إحنا ندرسها بشكل يعني مهني، لأن ده المعايير تمت وغالبنا اتخرج يعني في الجامعه ما درسهاش ما شافهاش. طب انت ازاي تبقى شغال في مهنه بتشتغل وفقا للمعايير وده جزء من ممارسه المهنه الان، وانت بتمارس المهنه وانت مش عارف الموضوع؟ فالموضوع لا مش كده خالص، لازم تبقى متواكب مع الاحداث وعايش الحدث وتبقى بتجهز نفسك وفقا للتجارب اللي حاصله، والا الموضوع ان انت يعني لسه ما زلت في ما هو قديم وده خلص من زمان. يا جماعه عايزين البروجريسنج، عايزين الناس تاخد خطوه للامام، القصه مش بس ان انت تدرس معانا في السي في المعايير، ادرس بس المهم تبدا تشوف المعايير دي فيها ايه الموضوع، يعني افهم ايه الموضوع على الاقل، اخد سيرتيفيكيت واتكلم في السي في بتاعي، ما يبقاش انا خريج مثلا 2010 2010 2005 2000 مش عارفه كام وما عنديش اي شهاده في المعايير، امال انت بتمارس المحاسبه ازاي؟ ما دلوقتي هي بقت هي البيزك زي ما بيقولوا انه المعايير هي مستقبل المحاسبه، يعني accounting future in IFRS، مستقبل المحاسبه في المعايير ما هوش في اللي احنا بنتكلم عليه. فيا جماعه يلا الموضوع يرجع لك، على الاقل خد الشهاده، على الاقل ادرس الشهاده، مش يعني ده اقل حاجه، انت عايز بقى تبقى اكثر احترافي في المعايير خد الدبلومه ما عندكش مشكله. لو انت بقى بتشغل منصب كبير شويه يعني انت مدير مالي بقى والدنيا معاك رئيس حسابات وعايز تبقى راجل يعني بروفيشنال زي ما احنا قلنا بروفيشنال اكاونتنت محاسب محترف، القصه عايزه منك اهتمام اكثر، تاخدها بقى على خطوتين ما فيش مشكله، ممكن تبدا بالشهاده وبعدين تاخد الدبلومه، الموضوع برضو عندك انت خد القرار اللي انت شايفه مناسب ليك، عندك وقت ومحتاج تدرس محاسبه بقى عشان تبقى محاسب يعني وفقا للمعايير، لانه يعني المحاسب وفقا للمعايير تبقى محاسب دولي محاسب عالمي جلوبال، يعني الموضوع لأن المعايير بتطبق في أكثر من 100 دولة ملزمة مانديتد كمان يعني ملزمة في الدول ال 100 دولة، وكل يوم الدول بتزيد اللي بتتبنى المعايير، فأنت تبقى جزء من المنظومة دي. تمام يا مرحبا. حد عنده أسئلة؟ حد عايز يقول لنا الدنيا ماشية إزاي؟ حد خايف من المعايير؟ طب حد عايز معايير؟ طبعاً الـ إدارة الامتحان المانجنج اكزام صايم وقت الامتحان بنديره له برضه كلام هنتكلم فيه، وعندنا برضه بالنسبة للإكسبيرينس في نموذج هيتمر عشان الخبرة لما نيجي نسجل مع الاي سي سي اي بنسجل من خلال النموذج اللي هم عاملين اكسبيرينس انفورميشن فورم، ده نموذج الخبره بتاعك اللي انت المفروض تملاه برضه هيتم في وقت ان شاء الله تعالى، وده وقت الامتحان بتوزعه ازاي عشان دي عباره عن ادفايس نصايح كده بيدوها لك في مساله الدراسه
طبعا كان هنا بيتكلم على انك تبقى بروفيشنال، قال انه بيعتقد انه مهاجم ده مسؤول عن اداره وقتك ديورنج الاكزام خلال الامتحان، وده جزء مهم جدا في الاكزام في الحقيقه. 25 مارك كل كويس بيسمع 25 دقيقه اوف تايم فولي انسر ذا كويشن، يعني كل سؤال طالما بياخد درجه متساويه فانت تقسم التايم، فانت كل سؤال ياخد 45 دقيقه في التايم. طبعا 15 دقيقه دول كده للبلاننج والفاينل ريفيو للمراجعه النهائيه، فهو بيقسم لك التايم بتاعك في اثناء اكزام او اثناء الايه الامتحان بتاعك. دي الفكره بتاعت الماتيريال اللي موجوده هنا ايضا موجوده معانا نقدر نشتغل عليها في الاسم. شباب لو في اسئله لو سمحتوا، في اي سؤال في اي حاجه نتكلم فيها تفضلوا. طيب احنا يعني طالما انه حضراتكم يعني الواضح الدنيا معاكم، فاحنا هنكتفي بهذا القدر. طبعا اشكركم على الحضور واشكركم على تواجدكم معنا، وان شاء الله تعالى نشوفكم في الدراسه باذن الله تعالى لما نبدا، سواء كان مع السيرتيفيكيت او مع الدبلومه، ده يرجع ليكم الله تعالى. فتواصلوا مع الاستاذ ابراهيم، المحاضره التعريفيه ممكن تيجي لكم او تبعت لكم او تتحط على الجروب الواتساب بتاعنا، وشوفوا لو في اي اسئله في اي وقت في المعيره احنا موجودين مع بعض من خلال الجروب بتاعنا. ممكن اي اسئله تحتاج حتى خارج الموضوع، يعني مش شرط في موضوعنا، لكن بشكل عام لو محتاج اي نصيحه في اي مجال تتعلق بالاستادي وال يعني نتكلم على الديفلوبمنت بالنسبه للاكسبيرينس او للانفورميشن والنولج، مهم جدا لو عايز تسأل في أي وقت موجودين معك. أشكركم جزيلا، الله على خير دائما. بس دكتور يعني هي هاي المحاضرة كانت تعريفية صحيح؟ المحاضرة هاي تعريفية يعني تعريفية نعم تعريفية ربنا يحفظك. لأن أنا تأخرت لما دخلت، فهو فعليا متى حنبلش مثلا؟ ترتيبات البداية مع إبراهيم إن شاء الله، تعرف إبراهيم؟ آه هيرتب معكم موضوع البدايه بس الناس خلص بس 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 هو اخر شيء انه في السؤال الواحد كان بده يعني يمتحن سيرتيفيكيت او دبلومه. احنا ندرس على موضوع الدبلومه هيك اللي فهمت الدبلومه عشان هي دي الاساس. لا حسب برضه الاعداد، يعني لو كان العدد اللي هيشترك اكثر في الدبلومه فهندرس الدبلومه والشهاده مع بعض. لو أيوة. العدد الدبلوم اقل فاحنا والشهاده اعلى، لا خلاص هندرس الشهاده وننجز. ايوه الشهاده كم بدها وقت كدراسه؟ الشهاده احنا بناخدها يعني لو بنتكلم عن محاضرتين في الاسبوع فاحنا بناخد برضه حوالي 15 محاضره. يعني ممكن خلال شهر شهر ونص؟ شهرين بالكثير. شهرين بالكثير، بس انه في اي وقت الشهاده مش زي الدبلومه، في اي وقت ممكن امتحنها صح؟ اه طبعا اني تايم، بس لا اونلاين فبالتالي ما فيش مشكله انت انا بسجل لك، يعني لو انت كمان انا بسجل لك وخلصت كل القصص دي كلها. يوم ما بتحب تسجل تقول لي بس عايز اسجل فبسجل لك وتبقى ببعت لك كل الداتا بتخش على انت. تمام فهمت عليك. خلاص مرتين في السنه بس، انما الشهاده ات اني تايم تقدر تطلب تقريبا. الشهاده فيها عربي لو حد بيحب يدرس عربي. فيها تو اوبشنز يعني عربي وانجليزي. اي نعم. انما الدبلومه فقط. في سؤال ما بين الشهاده والدبلومه يا دكتور، انا شايف بالنسبه للاشخاص اللي عايزين يدرسوا في الاس اس اي ونجح في الاي اف ار اس بيحفظوا من الاف 7 اللي هي الفاينانشال ريبورتنج، هل الشهاده بنفس الشيء ولا لا؟ طبعا فقط الدبلومه دي يعمل لك الاعفاء، لكن الشهاده لا ما تشيلش حاجه دي من الاس اس اي سيرتيفيكيت طبعا لا ما ينفعش. انما الدبلومه تكفيك من الماتيريال من البيبرز بتاعت الاس اس اي. لما تدرس بيبرز هبيشيل لك ماتيريال، انما دي ما يسويش منها. الشهاده ممكن تؤهلك مع سنتين خبره انك تسجل في الدبلومه. ماشي.
أشكركم شكرا جزيلا، استودعكم الله، أشكركم على خير، إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.